ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مواليد برج العذراء. النهارده ان شاء الله هعمل لكم قرايه عاطفيه لبرج العذراء. يلا نشوف طاقتك وطاقه شريكك يا برج العذراء، هتقول لنا ايه؟ خلينا الاول نبدا بكروت الطاقه. الطاقه دي مفتوحه، تشوفها في اي وقت يا برج العذراء. هنشوف الطاقه بتاعتك ونشوف الطاقه بتاعت شريكك، وخلينا نشوف الكروت هتقول لنا ايه عن مشاعر شريكك وعن مشاعرك انت كمان الفترة دي. بسم الله، خليني اشوف الكارت ده لمشاعرك انت اهو، ونسحب كارت تاني لمشاعر شريكك يا برج العذراء. طيب برج العذراء، دي مشاعرك ودي مشاعر الشريك. طيب door to personal healing and happiness. بص كده على طاقتك يا برج العذراء، بص كده يا برج العذراء، الكارت ده ايجابي جدا، طاقتك حلوة قوي. الباب ده باب الشفاء، باب السعادة، في بدايات جديدة تدخل حياة برج العذراء وتدخل حياته الشخصية. كمان في تغيرات إيجابية هتدخل حياتك. بص كده على الكارت، في تغيرات إيجابية هتدخل حياتك يا برج العذراء. الباب ده اتفتح، كل ضوء وألوان قوس قزح شايفها اهي في السماء. في موضوع ايجابي او حاجة ايجابية هتدخل حياتك، في ازدهار، شايف زهور اللوتس اهي معبية المكان. عندك حاجة جميلة وايجابية، في تعافي داخلي جواك، كأنك كنت مدمن على شريك على حبيب وبدأت تخرج من الطاقة اللي انت فيها. في تغيرات ايجابية خارجية حواليك، ممكن كمان تكون كأنك هتتنقل او اتنقلت المكان جديد تعيش فيه. في انفتاح حلو في حياتك، في فرص جديدة هتظهر في حياتك يا برج العذراء. في تغيرات كنت شغال عليها او عايز ان هي تكون موجودة في حياتك، وانت جاهز دلوقتي ان التغيرات دي تبان وتزدهر. و في تفاؤل شايفاك باصص للفترة اللي جاية او للحياة العاطفية، نظرة تفاؤل، طاقتك حلوة قوي قوي يا برج العذراء، والكارت ده يعني كارت جميل جدا وإيجابي جدا في الطاقة بتاعتك. طيب دي طاقتك يا برج العذراء، تعالى بقى كده نشوف طاقة الشريك. طاقة الشريك هنا، الشريك هنا رافع سيفه وكأنه بيحتد أو بيعترض على حاجة مش عاجباه، او كأنه بيدافع عن نفسه ضد حاجة اتقالت عليه مثلا، فبيقول انا مش هسمح لحد تاني انه يعترض طريقي، او مش هسمح لحد تاني انه يهني وخلافه. شايفينه رافع سيفه ازاي؟ الشريك هنا رافع سيفه كأنه يعني في مشكلة حصلت. طيب مش هنسبق الاحداث وتعالوا نشوف الكروت هتقول لنا ايه. بسم الله، كروت برج العذراء، الحياة العاطفية. نشوف حياتك العاطفية برج العذراء عاملة ازاي الفترة الجاية دي. كارت ده نزلك كارتين، خليهم كأنه فعلا في حاجة يا برج العذراء مع شريكك. بسم الله، خلينا كده نختار الكروت ونشوف. عندي دول هنا، برج العذراء شايفة عندك
تحذيرات وانذارات، وكأنه في حاجة مخيمة على العلاقة بتاعتكم، في مشكلة حصلت بينك وبينه وكان في حد السبب فيها اهو، في حد وقع بينك وبين شريكك وعمل مشكلة كبيرة زمون، كأنه حصلت خيبة أمل في العلاقة العاطفية دي، انت او الشريك في حد فيكم خاب أمله في التاني، في حد ما توقعش حاجة في التاني وحصلت، ولكن الكارت التاني برضو بيأكد لي انه في حد وقع بينك وبين الشريك. طيب بص بقى برج العذراء، كأنك اكتشفت انه في حد تاني في العلاقة و بيفاضل بينك وبين الحد التاني ده، يعني تو اوف بنتيكل هنا، كأنه في حد دخل، يعني في حد تعرف تاني في العلاقة دي، و انت اكتشفته يا برج العذراء، عشان كده حصلت المشاكل اللي بينك وبين شريكك. فطبعا هو بيحاول رافع السيف بيدافع عن نفسه، وهنا وبيقول لك انا مفيش حد في حياتي انت، بس في امر من الامور دي حصل وفي غيرة نشأت في الاجواء، وهو اللي عمل مشكلة وهو اللي خلى النار دي تزيد بينك وبين شريكك. شايفة كمان برج العذراء بياخد قرار في حاجتين، او قدامه امرين بياخد قرار فيهم، و بيحدد هو عايز ايه بالظبط. في شخصين او قرارين تتاخد قرار فيهم، وزي ما قلت لك في حد دخل حياتك انت وشريكك ووقع بينكم وخرب العلاقة وخرج، وما خرجش بالمعنى اللي هو، بس هو يعني وصل للي هو عايزه، يعني عمل مشكلة وهز الاستقرار وخلى فيه خيبة امل بينك وبين شريكك. عندك الفايف اوف سورتس ده سبب ألم وسبب حزن بينك وبين شريكك، وخلى العلاقة بينك وبينه متذبذبة، وعمل مشكلة، ورغم كده هو حاسس بحزن وحاسس بألم بعد كل اللي حصل ده، يعني بعد المشكلة ما اتفعلت هو حاسس بحزن وحاسس بألم وحاسس بحسرة على اللي فات، بس هو يعني عنده شوية أمل إنه يعني الأمور تتصلح وترجع زي ما كانت. خليني اقول لك الابراج يا برج العذراء، عندك برج الحمل، برج السرطان، برج الاسد، برج الحوت، برج الثور، برج القوس، ثور جدي عذراء تاني، حوت ودلو، و تقريبا كل الابراج عندك. شايفة كمان انه في كأنه في تواصل بينكم، تواصل روحي، الكوين اوف وانس، في تواصل روحي حتى لو انتم منفصلين، انا شايفة انه في تواصل ولو بالروح بينك وبين الشخص ده، كأنك يا برج العذراء العين الثالثة عندك يعني اتفتحت، او عندك البصيرة اتفتحت عندك، فبقيت تلاحظ كل حاجة وواخد بالك من كل حاجة بتحصل حواليك في العاطفة، بتحس بأي حاجة تحصل في العاطفة عندك. كمان الكينج اوف وونز والكوين اوف وونز دول بيأكدوا الكلام ده. حاول ان انت تتعامل بحكمة شوية يا برج العذراء، والامور بعد اللي انا شايفاه ده كله هترجع تاني تتعدل، وهترجع الأمور تتظبط معاك وتبقى أحسن من الأول. أنا شايفة في حب جديد
وبداية جديدة لبرج العذراء. لو كنتوا عزاب ففي حب جديد هيدخل حياتكم، ولو كنتوا ارتبطتوا وانفصلتوا فشايفة فيه برضو شراكة وسلام ومحبة، وفي التزام زي خطوبة أو زواج ظاهرين أهو، في علاقة كبيرة بينكم، في مشاعر الشريك هيعبر عنها بحرية وهيبدأ يقول اللي جواه وهيظهر الرومانسية بتاعته، وكمان في لقاء، ممكن بقى اللقاء ده يكون مع شريك أو شخص أو صديق قديم درستوا مع بعض وهيرجع حياتك تاني، أو الشريك نفسه هيرجع يتعامل معاك يا برج العذراء ويرجع يعتذر، او انا شايفه ان في اعتذار وفي انتصار ليك. الايس اوف سوردز في انتصار لبرج العذراء، وشايفه انه في رجوع، شايفه بعد المشاكل دي كلها في رجوع، ولكن الناس اللي كان عندهم مشاكل انفصلوا وهيرجعوا، ارجع وابدأ بداية جديدة، بس خليك حريص برضو في بدايتك الجديدة دي يا برج العذراء. يعني انا شايفة في رجوع وفي امور هتبدأ ترجع تاني للعلن. الشمس هنا برضو حاجة كويسة، رغم ان الكارت بيديني انذار الا انه برضو بينبهني وبيقول لي انه برضو في بداية جديدة ان شاء الله هترجع في الاجواء تاني. كمان عندي ذا صن والتمبرانس. التمبرانس هنا بيقول لي انه الامور العاطفية بتاعتك هتبقى احسن وهتتعدل. انتوا شايفين هنا الكيس، الكاسين في ايديه وبيصب من كاس لكاس، ده دليل على انه الامور هترجع تتعدل وهترجع احسن من الاول يا برج العذراء في التمبرانس. الز صن كمان الشمس، وده بيقول لي انه الفترة الجاية هتكون إيجابية وهتكون العلاقة هتوصل لمستويات أعلى، وهيكون في وعي أكتر بينك وبين شريكك، بس أنت حاول تستفيد من الفترة الجاية، هتكون فترة سعيدة عليك، حاول تستفيد منها يا برج العذراء، وخرج من دماغك القلق. والكارت ده إيجابي جدا، يعني بيدل على إنه برج العذراء هيعيش أوقات سعيدة الفترة الجاية، هيكون عندك نمو عاطفي وهيكون عندك سعادة، هيكون عندك إنجاز وإيجابية. خدوا بالكم إن ده كارت من كروت الأركان الكبرى، يعني كارت إيجابي جدا، والشمس نفسها إيجابية وسطعة. الشمس معروف إن هي بتدينا النمو الإيجابي في الحياة والصحة كمان. شايفة إنه حياتك العاطفية تبقى أحسن، عندك أخبار حلوة الفترة الجاية، وأمورك كلها متحسنة، حتى صحتك فيها شفاء إن شاء الله يا برج العذراء. في شراكات بتزدهر، في علاقات بتنمو أكتر، وكأنه الشريك أو أنت والشريك، الناس المتزوجين أو المرتبطين، كأنكم عايزين تطلعوا رحلة أو تروحوا مكان بعيد عن الناس وتستجموا فيه شوية. ظاهر قوي انكم كأنكم عايزين تروحوا مكان وتغيروا جو من الضغوط اليومية اللي انتوا فيها. كمان رجوع للمنفصلين ان شاء الله، وبداية جديدة، اعتدال في الامور، امورك كلها هتتوازن تاني وهترجع تكون احسن من الاول يا برج العذراء. التمبرنس هنا امورك هتتحسن وهترجع وتبقى احسن من الاول. كمان التمبرنس هنا بيقول لك انه يا برج العذراء انت بتفكر في علاقة قديمة وعلاقة جديدة في نفس الوقت، يعني الماضي برضو مسيطر عليك ومسيطر على عواطفك وعلى عقلك اللاواعي، وفي نفس الوقت بتفكر في المستقبل وبتفكر ان انت تبدأ بداية جديدة ويبقى عندك أمل جديد، وده حلو. يعني حاول بقى أنت تخرج من حقبة الماضي وخليك في الجديد وفي البدايات الجديدة يا برج العذراء.
الكارت ده حلو قوي، كارت الاعتدال. كمان بيقول لك حاول انت تتعامل مع اي موقف بأفكارك وتكون متوازن، والعلاقة العاطفية دي عايزة توازن فكري، يعني تحاول ان انت تفكر بعقلك اكتر وباعتدال، واخرج شوية من حتة العاطفة اللي انت بتفكر فيها دي، يعني ما تفكرش بعاطفتك، عشان معروف ان برج العذراء وبالذات انثى العذراء عاطفية، فحاولي تخرجي كده وتفكري بعقلك اكتر، و حاولي ان انتوا تتقبلوا النصيحة من الغير. كمان العلاقة اللي انت فيها دي ممكن توصل لمستوى جديد من الثقة بينك وبين شريكك، و لو كنت اعزب فان شاء الله في حد جديد هيدخل حياتك، شريك جديد للعزاب. المرتبطين زي ما قلت هو وقت فيه صعوبة شوية عاطفيا، بس الامور ان شاء الله برضو هترجع تتعدل وهترجع تتحسن تاني، وهيكون في توازن في العاطفة، وهيكون في نجاح، وعلاقتك هتكون احسن، هتاخد ردة فعل احسن من اللي فات يا برج العذراء. الشريك هيرجع تاني، قدم كاس الحب، رجع فيها انتصار وعطاء ليك ان شاء الله، في محبة في الاجواء، في انتصارات، في بداية جديدة. علشان كده انا هنا شايفاك بتاخد خطوة وخلاص، بدأت كده يعني فتحت الباب على مصراعيه، وبدأت ان انت تعمل هيلينج او استشفاء لنفسك، وتخرج من الطاقة اللي انت فيها دي، وتبدأ بداية جديدة، وتخرج حياة، يعني تلاقي حياة جديدة. وشفت برضو في طاقة الشريك هنا انه رغم كل المشاكل اللي حصلت، عشان كده هو هنا رافع سيفه زي ما قلت لكم، بيدافع عن نفسه، بيدافع عن الامور اللي حصلت، وبيحاول يبرر اللي كان فيه ده ايه، يعني او بيبرر لنفسه اللي حصل ده حصل ليه وحصل علشان ايه، وبدأ بقى يطلع يعني افكار كده ويطلع لنفسه مبررات. طيب خلينا نشوف، ناخد كارت من الكروت بتاعة الأوركل بتاعة الخاصة بالعاطفة، نشوف بقى نصيحة أو تحذير للشريك ده، بيحبنا ولا لأ بجد، ولا ناخد بالنا، ولا نعمل ايه بالظبط. فتعالوا ناخد كارت ونشوف هيقول لنا ايه. بسم الله. كارت البرج العذراء، بسم الله الرحمن الرحيم. ذا فونكس، طلع لك ذا فونكس يا برج العذراء، وده طائر العنتاء، شايفين شكله. الكارت ده بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان انت فعلا يا برج العذراء بدأت تعمل لنفسك حاجة جديدة، او بدأت مرحلة جديدة. بينصحك هنا، بيقول لك ابدأ جدد في حياتك، ابدأ اخرج من اللي انت فيه. كمان بيقول لك حياتك هتتحول للأحسن، حاول تغير طريقة تفكيرك، الطريقة اللي انت بتفكر بيها غيرها، حاول فكر بعقلك واخرج من ان انت تفكر بعاطفتك بس. فبينصحك ان انت تفكر بعقلك، وده بيأكد فعلا ان انت بدأت فعلا تخرج وتفكر بعقلك يا برج العذراء، وبدأت مرحلة جديدة، وبدأت حياة جديدة، وحياتك بدأت تتحول احسن من الاول، وبدأت تزدهر، وبدأت ان انت تشوف الدنيا احسن، وزي ما قلت لكم بدأت تخرج من الدايرة اللي انت كنت فيها. رغم تعصب الشريك الا ان انت متماسك ومعتدل، وده حاجة حلوة في صفك يا برج العذراء. بس خدوا بالكم، انتوا شكيتوا انه في حد، وفي حد وقع بينكم زي ما بقول لكم كده، في حد وقع بينكم، او هو فاضل بينك وبين حد، فانت اكتشفت الموضوع وعملت مشكلة. ده للبعض منكم يا جماعة، مش لكل الطاقات، ولكن الامور هترجع احسن من الاول، هترجع تصفى تاني،
والنصيحة بتقول لك فكر بعقلك، يعني مش اي حاجة انت شفتها بقى تصدقها، فكر بعقلك واخرج من الدايرة اللي انت فيها والامور كلها ان شاء الله هتبقى احسن. برج العذراء دي كانت قرايتك العاطفية، لو عجبتكم وكنت حد جديد لو سمحت اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بأي فيديو جديد ينزل. رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد.